وبمناسبة المرأة والعنف، فيه للأسف تقرير طلع من الأمم المتحدة بيؤكد مقتل امرأة كل 10 دقائق بأيدي شريكها أو أحد أقاربها. يعني في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة طلع كل الحاجات دي. التقرير ده من الأمم المتحدة كشف أن 140 امرأة وفتاة بتموت كل يوم على إيد حد من الشركاء أو الأقارب القريبين، يعني في من الدائرة القريبة. زوج، عم، خال، جوز أم، ده اللي هم بيحاولوا يشرحوه لنا، إن 140 فتاة في العالم ده كل يوم بتموت بسبب عنصرية شخص ما في حياتها بفكرة إن هي ست. فبيحصل الخناقة، وبتحصل إنهم بيقرروا إن هم دايما يعتدوا على هذه الفتاة، إن كان بالضرب بالزق، وبيحصل الحادثة من هنا. عشان كده بس احنا حابين ننوه، ست كل 10 دقايق في ست بتتقتل، شيء قاسي جدا. التقرير قال إن 60% من جميع جرائم قتل الإناث في العالم بيرتكبها شركاء أو أفراد الأسرة، وإن العنف ضد المرأة لا يزال منتشر بنجاح عظيم على نطاق واسع، واللي بقى ظاهرة عالمية بتتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية. المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة دكتورة غادة والي، اللي بنحييها نموذج مشرف للمرأة العربية والمصرية، قالت إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة مليحة إلى أنظمة جنائية عادلة قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة. وفي الوقت ذاته علينا مواجهة يعني فكرة التفكيك التحيزات الجنسية واختلال التوازن في المعايير الضارة التي يعني بتخلي العنف ضد المرأة شيء عادي. ده مش شيء عادي، لازم يبقى عندنا ثقافة مختلفة ضد الثقافة السائدة.